اهلا وسهلا فيك انطوني. اليوم بمطبخ قطايف طرابلس اللي هو مطبخ مجتمعي اسسته جمعيه رواد التنميه من 8 سنين كمبادره لدعم السيدات اقتصاديا ضمن منطقتين باب التبانه وجبل محسن والمناطق المجاوره كجزء من برامجها التمكينيه، لانه رواد عمرها 11 سنه بلبنان وهي جزء من مؤسسه اقليميه موجوده بالاردن وفلسطين وبمصر. سو الاساس تبع رواد هو التعليم، نحن بنعطي منح جامعيه لشباب وصبايا، بالمقابل هالمنح الجامعيه الشباب والصبايا بيقدموا ساعات خدمه مجتمعيه اسبوعيه ليفيدوا مجتمعاتهم المحليه من خلال البرامج والانشطه اللي بننفذها، جزء منها للاطفال وجزء منها للنساء بالمجتمع. هلا من 8 سنين لانه قطع علينا معارك باب التبانه وجبل محسن، لانه المبنى تبعنا اللي هو المركز المجتمعي تبع رواد جاي بالنص ما بين المنطقتين، فنحن شهدنا للمعارك اللي كانت موجوده بين المنطقتين ولاحظنا بعد سنتين او 3 سنين من الاوبريشنز تبعيتنا انه السيدات اللي عم تقصد رواد اكثر شيء هي سيدات فقدت زواجها بالمعارك، اولادها بالمعارك او بيوتها بالمعارك، وكانت هي بحاجه انها تتكل على حالها لتعيد بيوتها وتعيد عيالها وتكمل تعليم اولادها وتقدر تامن لهم البيسك يعني. ففكرنا شو ممكن يكون النشاط اللي ممكن نحن او المشروع اللي ممكن يدمج ما بين هالسيدات اللي متضررين وعندهم اوجاع كبيره من الماضي، انه يكون صار عندهم مستقبل مشرق او مستقبل بيشوفوه مع بعضهم بيقدروا يكونوا متكلين فيه على نفسهم. فقلنا ليه ما نخلق مطبخ مجتمعي، سميناه بوقتها قطايف طرابلس، جمعنا فيه سيدات المنطقتين، اشتغلنا على صقل مهاراتهم وتدريبهم مع اهم شفيه بلبنان، مع اهم مؤسسات تعنى بالكاباسيتي بيلينج او التمكين لهالنساء، ليبلش هذا المطبخ يعمل انتاجه. هيدا الانتاج هو بالدرجه الاولى بنشتغل كيترينج سيرفيسز. سو اي فرد او اي مؤسسه بدها تعمل كيترينج لايفنت لها فيها تطلب من عنا نحن الكيترينج فروم اي تو زي. السيدات بيكونوا هن اللي عم يشتغلوا على هذا الكيترينج، اولا بتكون عم تطلع الارجان دو بوش تبعها وبتكون هي عم تشتغل، ثانيا عم نخلق دمج اجتماعي لانه السيدات عم يشتغلوا مع بعضهم فصاروا هن عائله مع بعض، ثالثا والاحلى انه ربح كل هيدا الكيترينج سيرفيس اللي بنطلعه بفوت على صندوق التعليم الجامعي تبع جمعيه رواد التنميه، سو كمان بيكون عم يساهم بالتعليم للشباب والصبايا اللي بالمقابل مقابل المنحه بيكونوا عم يتطوعوا بخدمه مجتمعاتهم. سو عم نحكي على 4 ليفل اوف امباكت هيدا المطبخ بيحققه از سوشيال انتربرايز او از سوشيال فنشر. هلا حكيت لك على الكيترينج، بس نحن غير الكيترينج المساحه اللي عم تشوفها هلا موجوده قدامك، غير انه نحن من شهر طلعنا الجي ام بي سيرتيفيكت اللي هي الجود مانيفاكتشرنج براكتس سيرتيفيكت اللي هو المطبخ الاول المجتمعي بالشمال بيحصل عليه. المكان كمان هو از اوبريتنج از تريننج فانيو، يعني كمان اي تدريبات نحن بنقوم فيها لها علاقه بالفود برودكشن بتصير بهذا المطبخ، او اي مؤسسه اخرى عندها تدريبات بحاجه لمطبخ تكون عم تشتغل فيه ممكن نستقبلها عنا ضمن اطار التريننج از فانيو. ثالث شغله والاهم كمان انه نحن عندنا ما يسمى بالكاش فور ورك بروجكتس، يعني كاش فور ورك هن مشاريع اسمها النقد مقابل العمل، بدل ما تكون عم تعطي كاش اسيستنس بتيجي انت بتخلق فرص تمبورير على مده 40 يوم عمل اللي هن ما يوازي شهرين، بتخلق فيه فرص لسيدات بشكل كل شهرين بتغير مجموعه النساء اللي بفوت تشتغل بتتعلم مهارات بتشتغل بتطلع شوي لها مصاري بتقدر تسند حالها نتفه، كمان بتكون هالسيدات الانتاجيه تبعيتها بتروح للعيال الاكثر فقرا اللي هي ايدنتيفايد within the community اللي نحن بنشتغل فيها، غير انه ممكن يجينا متبرع او ممول او متمول بيجي بيقول لنا انا بدي اعطيكم اكس اماونت لتقدروا توصلوا اكل للناس اللي هي ما قادره تطبخ ببيوتها بسبب الظروف اللي عم نعيشها، اوقات ممكن يكونوا الناس مسنين او ذوي احتياجات خاصه او اعاقه، ممكن يكون ارامل، يعني ممكن يكون الكرايتيريا او فولنربيليتي بتختلف، نحن عندنا اكسس على هدول العيال وممكن كمان المتبرع يكون عنده العيال ديجا بيعرفها بيطلب منا انه نحن نخلق فرص عمل للست تشتغل والاكل اللي عم يطلع بيروح دور تو دور ديستريبيوتد على الموست فولنربل فاميليز ان ذا كوميونيتي. سو غير انه اخر اذا بدك بيربس اوف قطايف طرابلس انه من تقريبا ست شهور وشوي لقينا انه المطبخ الحمد لله وصل لمحل انه الكيترينج والاكل صار يعني عندنا لويال كاستمرز بهدول 8 سنين، والقضيه بحاجه انه الواحد يعمل سكيلابيلتي فيها ويتوسع مثل اي انسان بيحب يكبر الاثر الاجتماعي تبعه. سو ضمن خطه
توسيع الأثر وضمن خطة خلق فرص عمل إضافية. وبما أنه الأكل صار already وصل لمحل نتعب عليه، إن ليه ما يكون كمان عم نقدر تأدرس الأشخاص الـ individuals من خلال Dine In Experience. سو من 6 شهور ونص 7 شهور افتتحنا ريستوران لقطايب طرابلس، سمينا بيت المينا، موجود بالمينا واليوم حنروح عليه. هذا المطعم كل ريعه بيفوت على صندوق التعليم الجامعي تبع رواد، غير انه السيدات اللي بتشتغل ببيت المينا هي سيدات المدربة واللي صار لها بتشتغل معنا سنين بقطايب طرابلس. اما الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا waiters and waitresses and baristas هن طلابنا الجامعيين اللي هونيك عم يشتغلوا ويطلعوا زيادة أرجان تباش لألون، بس هن شباب جامعيين عم يكملوا بجامعات مختلفة بلبنان بديفرنت ميجرز. أما المانجر أوف بيت المينا هي خريجة من خريجين رواد. سو أزف بيت المينا هو إتس بزنس أوند، يعني إتس فاميلي بزنس أوند، بس بدل ما تكون أم وبي وولاد عم يكونوا هن عم يديروا البزنس، هي عمليا جمعية حاضنة شبابها وخريجينا ونساء بمشروع هدفه اجتماعي. سارة دقت لي وقالت لي تعال عنا على المطبخ، أنا قلت زيارة مثل غيرها. هون عملنا تريبولي رايزنج شيف، هون صورنا على مدة جمعتين، هون أكثر من 10 ستات ربحوا جوائز واللي ما ربح، بس كلنا تعلمنا من بعض. هون من 7-6 سنين جيت اشتغلت أنا وياهم، عرفنا عليهم كثير جمعيات اجت على هذا المطبخ. وإذ اليوم فتحت البال قلت أوكي ويت شو عم بصير؟ وين صرته؟ 40 ست عم بيشتغلوا مظبوط بسيستام مظبوط، مقسمة منطقة اثنين، الوسخ بيفوت من هون، الأكل بيظهر من هون، الخضرة واحدة، اللحمة واحدة، الدجاج واحدة، سوبر بروفيشنال. وعندهم حتى أساتذة عم بيجوا من الجامعات، من السجاس، من بيروت، من غيره. شو عم بيصير؟ إمبرسيف. سو اليوم رح نتعرف سوا على مطبخ رواد، رح نفوت على الريستوران تبعهم نشوف هالستات وين صاروا قديش عم يعملوا فرق بطرابلس. نحن بين جبل محسن وباب التبانة، نحن بمنطقة كتير حساسة وكتير قطع عليها، كتير قطع عليها، منطقة فيها فقر كتير كمان، وقدروا يهدون، قدروا يجمعون، قدروا يرجعوا يحطوا المصالحة بين الناس، قدروا يجمعوا كل الأشخاص يلي مع بعضها ضد بعضها كلهم مطبخ واحد، لهالست تقدر تمكن بيتها، تمكن تساعد جوزها. I'm impressed. مش عم يطلعوا كلمات أدمان. واو. زرتنا فعليا من 6 سنين ورجعت زرتنا من سنتين واليوم عم تزورنا، يعني هيدي ثالث زياره لك. انت خبرتني من شوي انه مش عم صدق شو عم شوف وكيف هالمكان تطور كثير. سو اذا بسال حالي انا هيدا السؤال، كيف تطورنا، كيف وصلنا لهون، الجواب بكل صراحه هو قديش نحن كنا متعطشين وما زلنا انه نسمع فيدباك وراي الناس بكل شيء بنعمله. يعني نحن اي شيء بننتجه نحن نسال رأي الزبون، رأي الشركاء تبعونا، رأي الفيزيتورز، رأي الفريق، رأي الستات. يعني نحن من الناس اللي بنسمع على الآراء وبناخد بعين الاعتبار شو عم نسمع ومنعدل على هذا الأساس ومنوفر الموارد اللي هي لازم تكون موجودة لعملية التطوير. يعني مين بدنا شفية منوصل لهم نجيبهم لعنا ليدربونا، مين بدنا انه نوصل لنحكي معه لحتى نقدر نقله يدوق الأكل تبعنا، منتواصل معه منقله يدوق الأكل تبعنا. يعني عم نشتغل بطريقه نون ستوب وبصراحه في فريق ديديكيتد. يعني انا مسؤوله المطبخ اللي هي مروه من خريجين رواد، خرجت من 8 سنين عيناها مديره على هذا المطعم، على هذا المطبخ الاجتماعي. يعني ما فيني اقول بس متفانيه، كلمه متفانيه يعني قليله عليها، تشتغل 7 ايام بالاسبوع يمكن فعليا 24 ساعه. الفريق اللي بيشتغل هون ستات بمعظمهم بلشوا معنا من 8 سنين، يعني لتلاقي ناس ضاين معك كل هيدا الوقت يعني معتبره هيدا المكان هو بيتها. وهيدي الحقيقه، هي الثقافه وهيدي البيئه الحاضنه اللي اي حدا بفوت على رواد ككل، على المبنى تبعنا او على مطبخنا، هو مكان بحس فيه انه هو عايش ببيته وعم يشتغل ببيته، مشان هيك بيعطي اقصى شيء عنده واحلى شيء عنده. وهيدا الشيء ما بنقدر ما نشوفه من ابتسامتهم، من شغلهم، من القلب، من وجودهم باي وقت بتطلبهم، وبمتعتهم انه هن عم يحسوا فعليا بكينونتهم وشايفين اولادهم وين عم يصيروا وعيالهم كيف عم تتقدم. وعن جد الحلم حلم كبير، يعني نحن حلمنا بيوند السما، وان شاء الله بنطلع فشخه فشخه مع الناس اللي كمان مآمنه فينا وماسكه بايدنا لنقدر نوصل للي بدنا نوصل له. انا ريما، مراقب صحي بمطبخ قطعي طرابلس اللي معهم 5 سنين. نحن عن جديد رجعنا إعادة بناء للمطبخ مشان يطابق المواصفات الصحية
اللي هو عنا عملنا تقسيمات اللي هو من برا من هيدا الباب لحنا بتجي الخضرة لهون نستلمها من هيدا الباب تغسل وتعقم من هون مقسم مطبخنا هون بارت الخضرة كل شيء خضرة بتجي بتتغسل وبتتقطع وبتطلع من هيدا الباب من حضرها لاسمه الطبخ بارت للطبخ وعنا بارت عجين وهونيك مطرح ما بنسكب بالأكل اللي هو غرفة توديب وعنا البارت هيدا ثلاجات وفرايز وعنا ستوك للمواد الغذائية وستوك للبلاستيك كم شخص بيساعد هلا هن الثابتين تقريبا فيك تقول 30 شخص بين انه بيروحوا وبيجوا بنطلبهم حسب اليوم حسب الطبخه شو الاكلات اللي احنا بنقدمها بنقدم اكتريتها اللي احنا ستات اللي عندنا هي ستات بيوت جايه من خلفيه بيت فلحنا حبينا انه كل وحده شو بتحب تطبخ شو الطبق اللي هي شاطره فيه وجبنا شافيه اكيد دربوهم مشان يعني يعطوا النكهه الاضبط يعني احنا نفس الطبخات اللي هن بيطبخوها بالبيت بس زدنا عليهم شوي انه الشيف علمون بعض الاشياء عليهم الطبخات اللي بنقدمها كل الطبخ الشرقي لنقول مثلا ملوخيه فاصوليا مغربيه دجاج عندنا جنينه حبيبي عندنا مجدره وفتوش عندنا كبه رمان عندنا كثير طبخه ورق عنب بلحمه ورق عنب بزيت عندنا الابيتايزر هن حمص ومتبل تبوله جريك سلات فتوش سلات كينوا وعندنا بالاضافه لهيك الاكلات اللي هي شاميه اللي نحن بنقدمها ببيت المينا عندنا حراب اصبعه عندنا طقه ماتت وعندنا هسه كثير اكلات يعني عندنا فخاره بيت المينا هيدي مشهوره ببيت المينا بونجور انا شيف مشلين خوري بشتغل بمطبخ رواد من سنتين بنشتغل كيترينج وعندنا مطعم المينا نعطي اكل من هون عندنا كيترينج كمان اليوم حنحضر شيء اسمه بامكن سوب وشيء اسمه اونيون سوب هول بينزلوا عندنا بالريستورون اول شيء حاعمل بصل جوانح حبقليها بزيت الزيتون ترجع اضيف عليها البامكن المقطع والمغسل حطينا البصل قليناه بزيت الزيتون بس يضل البصل نحط فوقه البامكن ونقليه شوية ياخد شوية لون بس ياخد شوية لون بدي زيد عليه المرقة مرقة الدجاج أو مرقة البقر هون استوى اللقطين وصار جاهزة للسكب قبل ما أسكبها بدي سخنها شوي وارجع زيد عليها الكريم فريش أنا الشيف هلا حبيت شارك بمطبخ رواد مشاركة كانت ممتعة وعائلة جميلة جدا يعني مبسوطة فيهم كتير كتير وحبيت أعمل أكلات شاركهم منه بخبرتي ومنه بخبرتهم هن ومنتساعد لأن يطلع شيء كتير طيب هول فتة مكدوس اللي هي تقريبا بتشبه المكدوس بس محشية باللحم بنحط على وجه اللبن والخبز وهول مطبق الكوسة بالدبس رمان مع الطحيني واللبن متبل الكوسة الباذنجان مع الخضار والجوز ومتبل الشمندر أكلات كتير كانت طيبة وتراثية وعما نرجع نعيد بمطعم رواد ولنطلع شيء حلو اسمي رقية عيسى من ستات مطبخ قطايف طرابلس اللي تقريباً 8 سنين بهذا المطبخ بحسه هو الأمان لألي كثير بحب الشغل فيه متعودة كثير على الستات وكلياتنا ايد وحده هون نحن بهذا المطبخ وهلا بدي ارجيك هالاكله نحن بنعملها هون بتنزل على بيت المينا هي اسمها العسمالية هي عباره عن دجاج وبهارات وعسمالية عجينه العسمالية وطحين وبيض بشتغل بمطبخ قطايف هلا بدي اعرفكم كيف بنعمل الكبه المعجوقه هاي من عين البرغال
بحط اللحمة بنخلطهم ببعض بنصير نحطهم بالصحن حط لها زيت على قلبها هي حشوتها مفرومة جبنة مازوريلا جبنة حلوم فستق حلبي أنا سعاد الحسين وعم لف ورا عنب بزيت حضرتنا على الكاسا دياس عبارة عن دجاج وبهاراته هيك منبلش عم نعمل شي نوع من الابيتايزر بنزلنا بنزله على مطعم المينا هو اسمه كبة الرمان عجينة الكبة مكونة من لحمة حبرة غنم مع برغل ابيض ناعم وبصل نضربهم على المكنة بعدين بنعملها للكبة نقليها نص استوى وبنحطها بالفريزر وبنحشيها هالحشوة اللي فيها بقلبها دبس الرمان باذنجان رمان نعنع زيت زيتون هون حنحضر التبولة اللي هي نعتبرها احنا اهم سلطة بطرابلس والناس كثير بتحبها عنا نوعين من التبولة تبولة اورينتال العادية وعنا تبولة بالكينوا نوعين من التبولة اول شيء بنجيب البقدونس بنغسله بنعقمه وبنشره قبل بنهار او بنحطه بالبراد ينشف وبعدين بنبلش نفرمه نحط معه كل الانجريديان هن عبارة عن بندورة وبصل نعناع اخضر حامض معصور وزيت زيتون هذه الأكلة اسمها جنينة حبيبي هي عبارة عن كوسة وباذنجان وبندورة وفلايفل كل شيء بنحشي لحمة مفرومة وبصل بقلبها وبنقلي الكوسة والباذنجان بنرجع بنحطه بالرب البندورة ودبس الرمان هاي الغرفة لسك بالأكل هي للعيال الأكثر فقراً بتنعاد بنستعمل هاي السفرطاسات لأنه نحن ما بنستعمل شيء بلاستيك بنستعمل كمان بنبعت من فيهم لتلاميذ مدارس غير العيال أكل بشهي سوبر بشهي أكل بيت ستات البيت نفس بيت سوبر طيب واو إيش good consistency نفس 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 هذا أهم شيء طبخه مظبوط مكونات مرتبة مظبوط علم مظبوط شغل مظبوط نظافة بس نفس عندكم 40 ست بيت مثل ما هي بتطبخ لجوزة مثل ما هي بتطبخ ببيتها كلهم سوا جمعوا كل المعروف تبعهم كل المعرفة تبعهم حطوهم هون بتحسوا فيها واو سارة معصراني أنا اللوكل كوردينيتر لكاتاليتيك أكشن نحن كاتاليتيك أكشن نحن أركيتكتشرال تشاريتي بنشتغل على الديزاين with communities we design public spaces بطريقة تشاركية فهون بهيدا المشروع مع ستات من جبل والتبانة عم نصمم معهم مساحة عامة ضمن رؤيتهم وآمنة لألهم ولاستخدامهم وهن الأساس بأخذ القرارات التصميمية وبأنهم ينقوا المكان يلي بدهم يشتغلوا عليه ويصمموه حسب حاجاتهم So
هون بالطابق الثاني في عنا اي تي لاب وعنا بعد ثلاثة صفوف بالطابق الثالث. سو ان توتال عنا اربع صفوف اي تي لابز دي سيرف هن هون كل شيء له علاقه بالديجيتال ليترسي، كمبيوتر ليترسي، باوربوينت، وورد، اكسل اند ديفلوبمنت، ويب ديفلوبمنت وغيره، كله عم ينعطى هون. نفس الصفوف اللي هي عم ينعطى فيها اشياء للكمبيوتر كمان عم ينعطى فيها اشياء تيوترينج، يعني انجلش، فرنش، لايف سكيلز وغيره. سو هن دي ار كلاس رومز سيرفينج يعني كل شيء ليرنينج بيربسز. عنا الابيليتي تو اكوموديت اب تو 100 بهدول الاربع صفوف ات ذا سيم تايم. سو بين الاي ام شيفت وبين البي ام شيفت ممكن يفوت بنهار على هدول الصفوف اب تو 200 ستودنتس. اوكي سو هون عندنا الاتوليه الخشب اسمه كيدز جينيوس بيشتغلوا فيه الاولاد الصغار يوزنج مكانات للخشب. هن 8 فانكشنال ماشينز بينجوا فيها وات ايفر هن بدهم يعملوه از كرافت بيز على كتالوجز معينه. شبابنا المتطوعين الجامعيين اللي هن بيسروا هول الانشطه هن بيشتغلوا مع هالولاد على ليرنينج ترانسفير، فبالتالي الاولاد بيخلقوا ذير اون يعني بيحطوا ذير اون كرياتيفيتي بالكرافت اللي هن بدهم ينجوها من الخشب. اول مستوى هو الخشب، ثاني مستوى بيدخلوا فيه كهرباء بالحرفة أو اللي عم يشتغلوا عليها، وثالث ليفل بيدخلوا الديفلوبمنت البرمجة إذا بدهم يوصلوا على ليفل 3. ومثل ما أنا شايفين يعني هذا مثلا حمام العبد از ان اركيتكتشر شغلين على الأولاد الصغار اللي عمرهم بين 6 و 12 اكشلي. عندنا هون مثلا هذا سبيس عاملين فيه حديقة بقلبها كعك كعك عم ببيعوا فيه، هذا هون في صالون حلاقة شغلينه للستات، هذه مساحة ميوزيكال سبيس شغلينه للأولاد الصغار، هذا فوتبول هون. ايام المعارك هذا الباب ما كان ينفتح فور ثري ييرز، اول مره فتحناه لمسات المصالحه هون بلزقنا. بتذكر عم نفتحه كان مصدى يعني، فلما فتحناه هيدي الطلعه انه طلعنا على السطح كانت حلم بوقتها يعني، هذا ديسان 2014 لانه صارت هون بوقتها بلزقنا. اول شيء ويلكم على سطح مبنانا على الحد الفاصل ما بين الجهه اللي هي بجبل محسن وجهه المبنى اللي هي بالتبانه. سو من حوالي تقريبا 6 7 شهور بلشنا بالهيدروبونيك على سطح المبنى مع تكنيكال بارتنر اسمه ارضي ارضك، هن عم يشتغلوا معنا على هذا البروجي ضمن مشروع مع الدي اي زد، وهدفه كان انه نحن منا وعلينا نجرب انه اذا نجح معنا هذا البروجي على السطح فهو كمان بحد ذاته معناته ات كود بي ان انسبيريشن لاي حدا بالمناطق اللي حوالينا انه يصير عندهم شوي نوع من الاكتفاء الذاتي بموضوع الزرع، يزرعوا ذير اون حتى لو عندهم مساحه صغيره على بلكونهم بيقدروا يعملوها. غير انه نحن كمان كانت تجربه لانه بعدين اخذنا كمان سبيس من البلديه مساحة كبيرة هلا كمان عم نزرعها لنخلق فرص عمل شغل بقلبها، والمنتوج اللي بيطلع كمان بيروح دور تو دور للعيال نفسهم ذاتهم الايدنتيفايد وذن الفانربيليتي كرايتيريا، واللي بيفيد بيقدر يكون عم يستفيد منه كمان المطبخ الانتاجي تبعنا. هلا بحالة السطح لانه هو زراعة محدودة بالكوانتيتي عم يستفيد منه حاليا الكوميونتي كيتشن تبع رواد. سو مثل ما نحن شايفين جوا عندنا تقريبا حوالي 12 او 13 نوع زرع، في الملفوف، في الخس، في البقدونس، في خس على انواعه يعني خس فرنجي، خس عادي، عندنا نعنع، عندنا روكا، بقله، فجل. سو ضمن نفس البروجي كمان عم نشتغل مع ارضي ارضك على الكومبوستنج اللي هو من المواد اللي بتبقى بالاكل بنستعملها لننتج منها سماد عضوي، وكل هيدا عم يصير تحت اشراف ناس تكنيشنز، وعم ينفحص التربه كمان من بلابوراتوريز لحتى تو ميك شور انه النوعيه اللي عم تطلع هي النوعيه اللي بنقدر نبيعها على الصيدليات الزراعيه. سو عم نجرب نخلق اور اون يعني سستينابيلتي بابل وير بنحس حالنا منتجين، وهو سيركل يعني عم بيكمل بعضه البعض. مثل ما انك شايف في كم دجاجه ودي كمان عم نجرب نطلع قد ما بنقدر هون انتاجيه صغيره لنا، وفي هول الشجر القديم اللي صار لهم زمان بيطلع منه شويه حوامض وليمون. يعني بيسكلي اذا بتشوف هيك لبرا ما بتتوقع تشوف انه في مبنى فيه هالانتاجيه
فيه تعليم عم يطلع إذا بدك قيادة جديدة بالمنطقة لناس عم تتعلم عم تشتغل على مستقبلها وحاضرة بنفس الوقت عم تعمل ترانسفورماتيف يعني فاتة بترانسفورماتيف جيرني بحياتها لأنه كل شيء بيقدر يصير ما في شيء صعب طالما الإنسان بده وعنده الاستعداد يغير بحياته. القصة بلشت يا أنتوني ب 2011 بآخر 2011 لقينا أنه بوقت أيام كان في معارك بين التباني والجبل. ليش بلشت المعارك؟ لأنه أساساً كان في ماضي بين المنطقتين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو السياسية وليس الطائفية من أيام الحرب لحد اليوم. كانت المنطقة فيها يعني معارك سابقة وحروب سابقة وتسكرت بالزمانات بلا ولا محاولة ريكونسيليشن. فكانت الأرض خصبة كما يجب أنه أي إيفنت ممكن يرجع يعمل تريجر من جديد. فلما اندلعت الحرب بسوريا أو الثورة وقتها بسوريا هيدا الشيء كان عنده انعكاسات على البلد ككل طرابلس تحديدا والمناطق اللي هي بين التباني والجبل مور سبيسيفيكلي. رجعت اندلعت بيناتهم المعارك بظرف تقريبا من 2010 لل 2014 صار في 21 جولة عنف ومعارك بين المنطقتين. فنحن لما دخلنا كان يعني بنصها تماما يعني نحن شهدنا لعشر جولات من أصل 21 جولة بظرف سنتين اللي فتنا فيهم من 2012 لعند نيسان 2014 لما صارت مصالحة هون على هيدي الطلعة طلعة الشيخ عمران. بوقتها إذا بدي استذكر هذيك الأيام كان يبقى هون أسلاك الحديد مسكرة طبعا بين كل نقطة جيش بين المنطقتين كان يبقى هون على أسطح البنايات كلياتها في دشم يعني كيس معبية رمل للناس توقف وراها تقدر تحتمي لما بدها تقاتل. كان بهذا الشارع يبقى في برادي باي ذا واي مسكرة كأنك بمسرحية اللي عم بيقاتلوا وراها مشان ما يشوفون يعني العالم. إذا بتشوف الشبابيك الموجودة كلها مسكرة ببيتون لأنه يعني يبقى كل بيت يختار يعني شبك أو بلكون يخلي لا يقدر يفوت منه الضوء وبقية المنافس تتسكر لأنه كانت فعلا حميانة يعني بين قنابل بين رصاص الإنسان ما نضع من حياته يعني. سو لما دخلنا ضمن خطة توسع على جمعية رواد التنمية اللي هي أساساً تأسست بالأردن بال2005 من خلال رجل أعمال وفيلانتروبيست اسمه فادي غندور. بلش برواد التنمية بالأردن بال2005 CSR initiative لشركة أرامكس لأنه هو founder of أرامكس at that time بوقتها. وبعدين جاب معه رجال أعمال تانين على مجلس الإدارة وتوسعت رواد بأربع بلاد بمصر بفلسطين وإجت على لبنان من خلال امرأة أعمال أنا صار لي بشتغل معها حتى من قبل رواد السيدة هلا فاضل اللي هي كمان صديقة لفادي. وقتها قررت أنه هي تقدر من خلال collaboration مع فادي ورواد نقدر نجيب رواد على لبنان ونأسسها بهذه الكوميونتي اللي بوقتها بال2012 كان في دراسة عملتها الأسكوا بتقول أنه unfortunately طرابلس الأفقر على البحر المتوسط واللي عاطيها هيدا الويت كان هنا مناطق التباني والجبل والمناطق المحيطة. سو كان في already يعني proof of marginalization غير أنه مخلفات الحرب والمعارك اللي هي بتزيد الفقر فقر طبقة فقر إضافية. سو دخلنا واشتغلنا هلأ صار قاطع علينا بلشنا بالسنة 12 دخلنا يعني بنية التنمية لأنه هيدا شغلنا بالأساس من خلال برنامج أساسي اللي هو برنامج المنح الجامعية. كل سنة رواد التنمية بتفتح باب المنح الجامعية لشباب وصبايا بالمجتمع اللي نحن موجودين فيه متعثرين بس هن competent و qualified وظروفهم ما بتسمح لهم بس هن ناس من الكفؤين جدا انه هن يروحوا يكملوا جامعاتهم بيقطعوا بprocess selection كتير صعب ليتم الاختيار لنختارهم. وانس نحن بنختارهم بنتكفل بتعليمهم الجامعي بأي جامعة بلبنان for any major of their choice لحد ما يتخرجوا يعني by average من 3 إلى 6 سنين حسب دراساتهم. هيدي المنحة اللي بياخدوها وبيحصلوا عليها هي كاملة بس ليقدروا يحافظوا عليها في مقابلة 4 شهور. الشرط الأول لازم ينجحوا أكاديميا، الشرط الثاني لازم يتطوعوا 4 ساعات أسبوعيا بخدمة مجتمعهم المحلي من خلال البرامج والأنشطة اللي بتنفذها رواد التنمية بالكوميونتي سو بصيروا متطوعين بخدمة المجتمع. ثالث شرط لازم يحضروا ويشاركوا بكل التدريبات اللي نحن بنعملها اللي هدفها تجهيزهم لسوق العمل. ورابع شرط حضورهم ومشاركتهم بكل الكالتشرال ديبيت سيشنز اللي بنعملها او ما يسمى بدردشات اللي هي هدفها تفتح مواضيع
وتخليهم يكونوا قادرين يناقشوا بين بعضهم هالمواضيع ويكونوا قادرين يتعرفوا على افكار بعضهم، يحترموا تعددية الافكار ويشوفوا شو القيم المشتركه والارضيه المشتركه اللي واقفين عليها. غير انه نحن بنستضيف كمان سكسسفل انتربرينورز، هيد اوف ميشنز، امباسادرز، ناس ناجحين، انفلونسرز، ليقدروا يتعرفوا عليها الشباب والصبايا. هيك بنكبر النتورك تبعهم وبنفس الوقت بنعزز ثقتهم بنفسهم ليقدروا يعملوا حوار معهم. سو هيدا الكور بروجرام اوف رواد انطوني اني وير وي اوبريت، باي مجتمع يسعى للتغلب على التهميش. هلا بالاضافه يعني لهيدا الشيء اللي عم اذكره، في سؤال اساسي هون انه وين ساعات التطوع تبعت الشباب بتروح؟ سو يا بتروح ساعات التطوع ببرنامج ثاني تبعنا اللي هو برنامج تنميه الطفل اللي بنستهدف فيه الاطفال اللي عمرها من 6 ل 12 سنه ضمن المدارس الرسميه اللي بندخل عليها باذن من الوزاره، او ضمن المبادرات والانشطه اللي بنشتغلها مع هالولاد ضمن حاضنه التعلم اللي هي ضمن المبنى تبعنا، من خلال ستوري تيلينج، كرييتيف ارتس، كرييتيف ساينسز، ادب الطفل، ميوزك ارت اند ثياتر. وطبعا المتطوعين لهدول الانشطه هن شبابنا الجامعيين اللي بنعمل لهم الكاباسيتي بيلدينج المطلوب ليقدروا يشتغلوا مع الاطفال بهدول البرامج. يا بتروح ساعات التطوع بثالث بروجرام اللي هو هدفه أكثر التمكين الاقتصادي. تحت هيدي الأمبريلا اللي هي التمكين الاقتصادي بنشتغل مع النساء والشباب عامة بالكوميونتي والرجال أزوال، لحتى نخلق لهم مهارة، يعني تمكينهم مهاراتيا لسوق العمل من خلال الطبخ، من خلال الزراعة، من خلال الحرف اللي ممكن يخليهم يصيروا قادرين يلاقوا فرص عمل بالسوق. بنفس الوقت بنشتغل بتراك تاني كمان هو ريادة الأعمال، بنشجع ستارت اب كرييشن بالكوميونتي، وبنشجع البزنسز اللي كمان موجودة ان تطور من شغلها من خلال منح مالية وتقنية ليطوروا شغلهم. وتحت هيدي الكوميونتي سبورت بروجرام اسسنا قطاي طرابلس من 8 سنين لحتى نخلق كمان غير التعليم اللي بنشتغل عليه، غير التمكين الاقتصادي، شيء ممكن يكون فيه ديمومه لهيدا الموديل الكور موديل اوف رواد اللي هو التعليم والانتاجيه في آن واحد. وان شاء الله يعني لقدام المؤسسه تقدر تكبر بناسها، تكبر بالاثر اللي عم تحدثه. وطبعا يعني كل ما زادت الحاجه كل ما ثبت انه نحن بحاجه نكون عم نقدم بعد اكثر واكثر. للأسف يعني نحن ببلد وصلنا أنه الجمعيات هي عم تحل مكان الدولة، ومشان هيك يعني بحياتنا ما حنقدر نكون دولة إلا لما الدولة تاخد دورة. فنحن منجرب اللي منقدر نعمله بوجود الناس اللي بتدعمنا، بوجود الناس اللي مأمنة بحالة، ولما تكون الموارد عم تتحرر بهدف إنساني بعتقد ربنا معنا، والناس اللي عم تعطي من قلبها هذا أهم شيء لنقدر نوصل للتغيير اللي بدنا إياه. هيدي المساحة كانت سابقاً مساحة الشباب، مشان هيك هو هون أنفي تياتر بنعمل فيه كانت دردشات تبعيتنا مع الشباب اللي ذكرتهم. لقينا حالنا عم نتوسع بالأنشطة، المساحة ما بقى عم بتساعدنا، فاستولينا على هيدا السبيس كارنتلي وعم نستعمله كمركز إنتاجي تدريبي حرفي. من حوالي تقريبا 4-5 شهور بلشنا بالكويلتينج، حوالي تقريبا 50 ست عم تشتغل هون، كان على المكانات اللي هلا جزء منها هون جزء منها انضب، بس كان هون كلها مكانات عم يشتغلوا الكويلتينج من خلال السيركولر فاشن او ما يسمى بالاب سايكلينج اذا بدك. كنا وير كولكتينج من كل الفاشن ديزاينرز بالمدينه لقماش القصقصات اللي هن بدهم يكبوهم بنجيبهم، وعملنا بارتنرشيب مع بوكجا كرمال يكون عم يعطون التكنيكال منتورشيب والسبورت والسوبرفيجن والرؤيه والدايركشن، ويتركوا المجال للكرياتيفيتي اوف هدول السيدات انه هن يطلعوا بالباتشورك، يشتغلوا باتشورك ويعملوا كويلتينج. ليش كويلتينج؟ لانه ما بتطلع قطعه واحده الا اذا الكل تعاون عليها وكل حدا بيشتغل شقفه، فهو نوع من ستوري تيلينج لكمان انه نحن مع بعضنا قادرين ننتج قطعه بيس اوف ارت. سو تم انتاجيه تقريبا حوالي 12 او 13 بيس اوف ارت عن جد، بارجيك البعض منهم بعد شوي اذا بتحب، وجزء منهم عم ينباع كان ببوكجا، والجزء الثاني بدنا نشتغل عليه ضمن اكزيبيشن، وكل هيدا كان فندد من خلال كمان مشروع وشراكه مع الجائزات عم نشتغلها صرنا فتره. هلا ثاني بروجي تحت نفس الاطار هو الصابون، هلا عم نعمل صناعه صابون، فحتشوف هون جوا او اكشلي قبل هون محطات ستيشنز، يعني كل طاوله هي ستيشن لصناعه صابون بيقعدوا عليها 4 أو 5 ستات بيشتغلوا فيها. فعنا كمان لو جينا الصبح كان في حوالي 50 سيدة عم تشتغل. هو لأنواع الصابون اللي هن بروايح مختلفة بأشكال مختلفة، جزء منها بعد ما تقصقص لأنه عم يتحضر لينقص من عمله الكارفينج، وجزء منها أوريدي انعمل له.
الهدف كان كمان انه هالصابون بيقدر يكون بديل ببيوتهم عم يصنعوه ليستعملوا، يعني فيهم يكتفوا انه هن يعرفوا يتعلموا هالصابون لبيتهم، وجزء منه ممكن يبلش يبيعه للمحيط تبعه، غير انه جزء كمان ممكن يشتغل بهالحرفه بالمصانع الموجوده بالمدينه، لانه كمان طرابلس معروفه بصناعه الصابون. اما بالنسبه للانتاجيه فهي الانتاجيه نحن حنجرب كمان نسوق لها من خلال شراكه كيف اشتغلناها مع بوك جاب، بدنا نشتغلها كمان مع another identified partner يقدر يكون عم يساعدنا للتسويق. واكيد ريع الاشياء اللي ممكن تنباع كلياتها بتروح جزء كبير منها لدعم السستينابيلتي لنوع هيدا لهيدا النوع من الانيشيتيفز، بالاضافه لانه وات ايفر ممكن يطلع ممكن يكون عم يساهم معنا كمان بالتعليم. الاكسبيرينس بتبلش من الباركينج، بتصف السياره وبتتمشى في الشوارع القديمه اللي صرت جاي عليها يمكن اكثر من 10 مرات، كل مره بكتشف شيء جديد، البيوت، الشبابيك، البواب وكل تفصيل، الحجر الرائع، الشمس بتجي من هون ومن هون، وعم تشوفوا الجيران والناس اللي عايشه بهذه المنطقه، المنطقه اللي انعرفت بمينو صار فيها كان بلشت فيها اوتيل اول ما جيت من زمان، هلا صار فيها اكثر من 6 7 اوتيلات، كلوبز، بوبز، ريستورانات واكثر واكثر، وفي عنا ريستوران اللي جايين نشوفه من بعد ما برمنا وتعرفتوا على الجمعيه، هلا صار وقت تجوا تشوفوا الريستوران اللي بيعملوه والاجواء، وعم نسمع الموسيقى من بعيد وبلشنا نقرب. بيت المينا اختبار بيجيبكم من بيروت، اختبار بيجيبكم من وين ما كان بالعالم تتجوا تعيشوا طرابلس، الجو والمينا، لو الحيطان بتحكي وتخبركم تاريخ، وهلا بتاكلوا اكل غير شكل وبتحرك كل المشاعر. أهلا وسهلا فيكم ببيت المينا. بيت المينا افتتحناه من 6 شهور، مثل ما انك شايف هو بيت لبناني تحول لمكان لريستوران بهدف اجتماعي، ريعه بفوت على صندوق التعليم الجامعي لجمعية رواد التنمية، السيدات اللي بتشتغل بقلبه هي سيدات مدربة بمطبخنا البرودكشن قطايب طرابلس. بنفتح نحن من الثلاثة للأحد من الساعة 9 الصبح للساعة 12 أو 1 بالليل حسب شو عنا إيفنتات. بنقدم ترويقة غدا وعشاء، الترويقة بتيجي ترويقة بلدية دومصينية بينزل فيها تشكيلة من 10 أنواع جبنة لبنة وتشكيلة من الترويقة اللبنانية، بيجي معها بيض بالفخار على جنب، بنقيش بالفرن مشكلة مع بريق الشاي مع الخبز العربي على طعمات مختلفة اللي كمان الستات هون والشباب بيجهزوه بالفرن. اما بالنسبه للغدا والعشاء فنحن عندنا تشكيله حوالي تقريبا 12 13 ميزه لبنانيه، بالاضافه لسلادات، 3 سلادات الاساسيه تبوله فتوش وكينوا، وبالاضافه لمين ديشز اللي هن سيجنتشر لبيت المينا مثل الكبه المعجوقه اللي بتجي هلا حتشوفوها بالفخاره، كبه بقلبها جبنه وحبق وفستق حلبي بقلبها وعلى وجهها، كمان عندنا فخاره بيت المينا اللي هي كمان فخاره بقلبها بقلبها دجاج متبل بالخضره، بيجي على وجه خبز منفوخ بالفرن، بيجي معه كمان جنبه بطاطا وحمص وغيرها. عندنا كمان تشيكن عسملية مثل اللي شفتوه عم تتحضر بالمطبخ الرئيسي، وعندنا التشيكن كاسادية، وبالإضافة للمنيو اللي هي عادية عنا إياها ثابتة بينزل من الثلاثة للجمعة طبق أو طبقين بلاجور زيادة، أكلات اللي هن أهليهم بيعملوها، يعني أهلينا بيعملوها بالبيوت مثل كوسا بلبن، شيش بارك مجدرة، ورق عنب بلحمة، فاصوليا ورز وغيرهم من الأكلات اللي كلياتنا بنحبهم. سو غير أنه كمان عم ناكل أكل بيتوتي، أكل معمول من القلب، أكل أهالينا أو أكلنا نحن لممنوع نطبخ، غير أنه عم ناكل أكل طيب، غير أنه معمول من القلب، كمان قضيته اجتماعي
اجتماعيه بامتياز. يعني نحن وعم ناكل بنكون عم نساهم بقضيه اجتماعيه، كلنا لنا مصلحه انه شبابنا، شباب المنطقه اللي نحن عايشين فيها، يكونوا عم يقدروا يحصلوا، يكون عندهم اكسس تو ايدكيشن. كلنا بنحب انه نشوف ستاتنا عم تشتغل مش ضمن اطار تيبيكال ريجولر، يعني مثل اي بزنس عم يسوق لحاله. نحن هون يعني في مكان ما بيشبه غيره، لانه بالاحياء القديمه يعني المشي لهون اكسبيرينس بحد ذاتها بتذكرنا انه نحن حلوه انه الانسان يصف سيارته ويمشي ويرجع يشوف الاحياء القديمه، الدكاكين الصغيره، البزنسز اللي فاتحه بهذه الاحياء. تاني شيء انه الاكل هيك يعني ترابلسي، فيو تاتشز لاكلات لبنانيه الناس كلهم بيعرفوها، بس كمان اكلات سبيسيفيكلي بالمدينه هون، مع كمان بعض الاكلات اللي هي معروفه بسوريا منكهينها هون بطرابلس، فبيبقى هيك الاكل شامي لبناني ترابلسي معمول من القلب بقضيه اجتماعيه الناس بتحبها كثير. اسمي ميرفت عثمان، بطبخ ببيت المينا وعملي دورة بمطعم جمعية الرواد، بجهز كبي برمان، بنعمل سلطة بولي، فتوش كينوا، بنعمل حمص باب غنوج، بنعمل مقانيق سجق، بنعمل بطاطا على كزبرة، شيز رول، وأكلتنا كتير طيبين. أهلا وسهلا فيكم. ردي محمس أكل أكلات ستات، ردي أكل أكلات جديدة قديمة مش غريبة بس قديمة وتقليدية، وفي كتير ليلة الناس اللي بعد تعرفها. ردي أن ندوق اللي نحن بنسميها شيخ المحشي in a way or another، هون اسمها فتة باتنجان، فتة مكدوس يلي فيها لبن من فوق، خبز مقلي محشية لحمة باتنجانة كاملة مع القرش الصغير تبع الخبز من فوق، شوية لبن، الخبز اللي تاشي شنكزة. شو هالنفس، شو هالبهارات، تعقدي. And next دغري من هون، باذنجان من تحت، بندورة ولحمة مفرومة. اوف، هاي رح حطها قدامي وتاكلوا انتم الباقي. بدي علقني بعد باذنجان، مش حد ما بيحرق لسان، سمبليسيتي بالانس بشكل مش معقول. لحمة مفرومة ناعم ناعم ناعم، بندورة هيك فاري أستاتيك انتنس. ما بدها ولا علكة ولا شيء، اكسبلوجن بارتي، بتفوت تنبلع خلصت. I love it. شغل رائع، شغل طيب، ست بيت عم تشتغل أكثر من 40 وحدة، مثل ما علمتها إمها أو ستها، تقاليد العيال محفوظة منحطت كلها هون. في طعم رائع، المكونات عظيمة، نفس توب. شو بخبركم بعد؟ بعتقد خبرتكم كل شيء. يعني إذا أخذت هاي بعرف أنه أنا عم بكره رح تكون كتير طرية، ورزيت مطبخي مظبوط، وحمودة كتير قاسية وقوية، أنا رح تحط البسمة على وجهي، بعرف حاسس. توب. امتى رح توقف تصوير تقضي على الطاولة؟